اكد صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان النمو الاقتصادي عمليه مستمره تستهدف التنافسيه والاستدامه الاقتصاديه من خلال تحفيز نمو القطاعات المختلفه بما يتماشى مع رؤيه البحرين الاقتصاديه 2030. ولفت سموه الى حرص مملكه البحرين على تحقيق الاهداف التنمويه المنشوده وفق رؤى وتطلعات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو حيث رحب سموه به منوها بدور قطاع التجزئة بمملكة البحرين ومن عكس عليه من إسهامات واضحة دعمت مختلف مسارات التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ما يطلع به القطاع الخاص من دور حيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والإسهام في تحقيق أهدافها المنشودة من جانبه اعرب رئيس مجلس اداره مجموعه اللولو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام يمثلان دافعا لبذل المزيد بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في مملكه البحرين متمنيا للمملكه دوام التقدم والازدهار في ظل قياده جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه.